بالنسبة للتحضيرات البتة ما يخفكمش اللي احنا اتصلنا بوزارة الفلاحة ووصلنا إلى الحل اللي يتماشى نسبيا مع التجربة اللي خذناها طيلة الستة ولا سبع سنوات. الحل يتمثل في تأسيس وحدة تعضيل للإنتاج الفلاحي. بالنسبة للبتة طلبنا من السيد سمير الطيب وزير الفلاحة أنه يراسل على الأقل السلطات الجهوية والفنية الإدارية والفنية، وبعث فعلا مراسلة للوالي وبعث مراسلة للإدارة للمندوب الجهوي للفلاحة. عندنا قلت لك نص منظم من قبل مدير ديوان السيد وزير الفلاحة اللي يعبر فيه على أن ولا يبين فيه أن جمعية حماية وحد جمنا هي اللي ستواصل للتسير في انتظارها الحل هذايا. ناصر حريشي مليار وخمسمية واربعين عيد قريب مليار وخمسمية وواحدة واربعين عيد قريب واحد مليار وخمسمية واحدة واربعين العيد قريب وثنين مليار وخمسمية واحدة واربعين العيد قريب خونا وحبيبنا العيد قريب اجعل يربح. تعرف لأول مرة نعمل تجربة ندخل بتة كمان هذه لأول مرة، بصراحة حسيت المرة الأولى بخوف، لكن الحمد لله أنا عامل حساباتي وعامل برنامجي وحول الله ما منها حتى خوف. نسجع في جمنا فهمتني ولا الباب الأول فهمتني، وثاني حاجة على الغلة وعلى الكاليتي وعلى الخدمة. دخلت جمنا بصفة خاصة واخذ اسم كبير برشا.